سلاحف مقارية الصقر متواجدة في إمارة أبوظبي بشكل عام، وبيئة الإمارة البحرية بيئة جميلة توفر لها الشعاب المرجانية ووفرة المراعي لها، وأعدادها الحمد لله أعداد كبيرة، وعندنا متوفر أيضا السلاحف الخضراء وهي من الحيوانات النوعين، يعني من الحيوانات المهددة بالانقراض في القائمة الحمراء على مستوى العالم. ما شاء الله. تواجدها في جزيرة السعديات مثل ما الكل يعرف هي الجزيرة الأقرب للعاصمة، واللي أي حد ممكن يوصلها يعني بالسيارة، معطية يعني صورة جميلة جدا لإمارة أبوظبي. هي متوفرة في المناطق الغربية في منطقة الظفرة، في جزر منطقة الظفرة بكثرة وبوفرة، لكن تعرفين يعني مش كل الناس تقدر تشوفها. نعم. التزام أيضا شركة التطوير والاستثمار السياحي أمام حكومة أبوظبي بتطوير الجزيرة مع المحافظة على السلاحف. نعم. من رواد الجزيرة بعد عطاها صيت وسمعة أكثر بالنسبة لمشاريع الشركة. طيب أستاذ أبو ثينة، إذا بنتكلم عن برنامج حماية هذا النوع من السلاحف اللي هو الهوكسبيل، متى بدأ؟ يعني في أيام الله يرحمه الشيخ زايد، كانت عند الحيوانات والبيئة في الإمارات من الأساسيات اللي ينتبه لها. عندك مثل أطلاق البرامج مثل الحبارة، السلاحف، بقر البحر، كلها من البرامج اللي أطلقها الشيخ زايد الله يرحمه في أيامه.